الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اترك الكتاب، التليفون، القلم. اخواننا، نحن نريد، لا يلزم ان نختم كتاب التوحيد، لا يلزم، لكن نريد نتصور، نفهم هذا الكتاب. لماذا العلماء رحمه الله تعالى كانت لهم عناية خاصة بهذا الكتاب؟ ما الذي فيه؟ ممكن بعض الناس يعني جاهل مركب يأتي يقرأ الكتاب يقول هذا الكتاب ليس فيه شيء. فنحن نريد أننا يعني ندرك إدراك يعني سريع لهذا الكتاب. لا يلزم أنا نختم الكتاب، لكن نريد، يا أخي الآن نتكلم، أترك كل شيء، قرب علينا، تقدم. نريد نتصور هذا كتاب التوحيد، ما هو، ما الذي فيه، كيف نشرح الكتاب، كيف نفهم الكتاب. لو فهمنا هذا الشيء هذا يكفينا في الدرس. طيب، فأترك الأشياء كلها، وإن شاء الله تعالى سنعيد الكتاب، موجود فيه يعني ما نذكر. أنا ليس عندي علم، أنا فقط أريد أتذاكر معكم. طيب، نعم. أولا، قبل أن نبدأ بدراسة هذا الكتاب، نسأل لماذا ندرس التوحيد، وهذا قد تقدم معنا. حق الله على العبيد، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عباد إلا بالتوحيد، لا يدخل الجنة إلا موحد، استقرار الأمن، هداية، طمأنينة، حلاوة الإيمان، سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الحسنات، تكثير السيئات. الثاني، لماذا ندرس هذا الكتاب؟ لماذا؟ هناك كتب كثيرة مؤلفة التوحيد، لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ لأننا طلاب، والعلماء رحمهم الله تعالى أرشدوا الطالب بأن يبدأ بالتوحيد، وأول ما يبدأ به في التوحيد الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد. بل أن رجل جاء إلى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وقال: الشيخ، الكتب كثيرة، مؤلفات كثيرة، وأنا لا أستطيع على هذه المؤلفات، لا أستطيع على هذه الكتب، أريد تختصر لي العلم أشد اختصار. قال له الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد وبلوغ المرام. أنت لا تظن أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كان لديه مكتبة عامرة كبيرة، لا، الشيخ بن عثيمين رحمه الله مكتبة صغيرة، لكن كل ما في هذه المكتبة هنا. قليل دائم خير من كثير منقطع. ركز العلماء على مؤلفات، ضبطوها. الآن مثلا في الفرائض، إذا ضبطنا الرحبية، أي كتاب يأتيك في الفرائض تشرح بإذن الله، البرهانية، الدرة البيضاء، كذا كذا، أي كتاب يأتي، لأن تضبط أصل. فإذا ضبط أصل أي كتاب بعد هذا يكون سهل عليك. إذا ضبط مثلا الواسطية في الأسماء والصفات، تأخذ الحموية، التدمورية، أي كتاب في الأسماء والصفات بإذن الله لا يكون عندك إشكال فيه. المهم أننا نتأصل، يعني الأساس يكون أساس قوي صحيح. وسوف ترى بإذن الله إذا انجلى الغبار أفرس ركبت أم حمار، سترى بإذن الله ثمرة دراسة هذا الكتاب، وأن كثير من العلماء أكثر الفتاوى، أكثر المحاضرات، أكثر الخطب من كتاب التوحيد. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى وضع لهذا الكتاب القبول في الأرض. كم كتاب ألف بعد هذا الكتاب؟ والله سبحانه وتعالى وضع لهذا الكتاب القبول في الأرض. بل أن بعض العلماء قال أن هذا الكتاب، كتاب التوحيد، نسخة من صحيح البخاري، قطعة من صحيح الإمام البخاري، بل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو بخاري هذا الزمن رحمه الله الجميع. لماذا ندرس هذا الكتاب؟ لأنه مشتمل على الكتاب والسنة. حرص المؤلف فيه ألا يدخل فيه شيئا من كلامه، حتى في الأبواب أحيانا يبوب بالآيات والأحاديث، كثرة الشروحات عليه. الآن أنت مثلا، هذا الأخ نصح بعض الطلاب بحفظ كتاب من الكتب،
طيب هذا الكتاب له شروحات؟ لا. له نسخ؟ لا. يقول نسخة واحدة فقط يوزعها المؤلف، ليس عليه شروحات، ونسخة واحدة. طيب هذا يسافر إلى أفريقيا، وهذا يسافر إلى أوروبا، وهذا يسافر إلى المشرق، وهذا إلى المغرب، ضاعت منه النسخة، من يشرح له هذا الكتاب؟ لكن كتاب التوحيد بلوغ المرام لا يمكن تدخل أي بلد من البلدان إلا وتجد نسخ من هذا الكتاب، بل من يحفظ هذا الكتاب، بل من يشرح هذا الكتاب، شروحات كثيرة. دليل على ماذا؟ عناية العلماء رحمه الله تعالى بهذا الكتاب تدل على أنه يصلح للحفظ والضبط، مفهوم؟ فلا تأتي وتحفظ متن، قلنا للشيخ محسن قبل أيام يقول أريد أحفظ متن كذا نصحني فلان من الناس، نقول لا، كتب عكف عليها العلماء البلوغ وريح نفسك، تمام؟ كيف نشرح الكتاب؟ يا أخي اترك كتابه، إيش كيف نشرح؟ أمر سهل، لابد أننا نسير، أعطني القلم منه حتى نرتاح منه، هذا القلم حتى نرتاح وتمشي على وتيرة واحدة. ماذا تصنع؟ تدرس أصول ثلاثة، قواعد أربعة، كتاب التوحيد على شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن ابن عثيمين رحمه الله يشرح لك التوحيد، تعريف التوحيد في الأصول الثلاثة، هنا يكرر تراجع. لكن لو تأخذ مثلا شرح ابن عثيمين للأصول الثلاثة رحمه الله، والشيخ الفوزان لكتاب التوحيد حفظ الله حفظه الله، هذا تقسيم وهذا تقسيم وهذا تفريع وهذا تفريع، لا تستقيم معك الأمور، وبعد هذا تقول والله لا أدري هذا هو قول ابن باز رحمه الله أو قول الفوزان حفظه الله أو قول ابن عثيمين رحمه الله الجميع. لا، تمشي على وتيرة واحدة. كان الواحد من السلف يأتي لعالم من علماء السلف يأخذ عنه العلم، ثم ينتقي إلى العالم الآخر، ثم هذا الشيخ الآن لو تتلمذ على ابن عثيمين رحمه الله وأخذ كل مؤلفات ابن عثيمين وضبطها، إيش يخرج؟ ابن عثيمين ثاني. لكن هذه المشكلة، أن هنا في كتاب وهنا في كتاب وهنا في كتاب وهنا في شرح، وتختلف عليه الأمور فيها حتى يصير أظل من ثوم الحكيم. لا، تمشي على تعريف واحد، على تقسيم واحد، على شرح واحد، ونحن نريد نمشي في هذا الكتاب على القول المفيد، شرح الشيخ بن عثيمين لكتاب التوحيد رحمه الله الجميع. طيب الشرح هذا كيف سيكون؟ سيكون إذا الكتاب المعتمد ما هو؟ القول المفيد للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. عندنا ملخص لهذا الكتاب، لكن الملخص لا يبني على الكتاب الأصلي. طيب كيف سنشرح الكتاب بإذن الله؟ نريد أن نعرف التعريفات والتقسيمات. يقول كتاب التوحيد، ما هو التوحيد؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى. هكذا تضبط التعريفات التي في الكتاب. الثاني التقسيمات، يقول مثلا وقضى ربك، تقول القضاء ينقسم إلى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. إذن هذا الأمر الثاني، الأول تعريفات، الثاني التقسيمات، الثالث نريد أن الكتاب يرتبط. كيف يرتبط؟ أي آية أو حديث تحت الباب لابد نذكر مناسبة الآية والحديث للباب. إذا ربطنا ماذا؟ الآيات والحديث مع الباب، ثم نربط الباب مع كتاب التوحيد، فارتبط الكتاب بأكمله. هذا الشرح، يعني مثال، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب تحت هذا الباب ذكر قول الله سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا. ما علاقة هذه الآية التي نزلت في مس الضراب بباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ لابد نعرف المناسبة، تمام. الترجمة اللي هي الباب، باب ما جاء في المصورين، ما علاقة التصوير بكتاب التوحيد؟ تقول التصوير خلق وإبداع ومضاهاة لخلق الله، وله علاقة بتوحيد الربوبية وتعدي
على حق الله سبحانه وتعالى، أو أول شيء حدث في الأرض شبهة التصاوير والتماثيل وله علاقة بكتاب التوحيد. يعني ممكن واحد يأتيك ويقول هذا الباب باب ما جاء في المصورين لابد أنه خطأ بعض النساخ، أنه بعض النساخ ذكر هذا الباب وهذا له علاقة بكتب الفقه حتى يرتبط الكتاب بأكمله. هكذا نريد نشرح الكتاب فقط، الآيات والأحاديث مع الباب، الباب مع الكتاب، ويرتبط الكتاب بأكمله. قبل أن نبدأ بالشرح نريد نعرف فهرسة مختصرة لهذا الكتاب. لو أردنا أن نفهرس أو نختصر هذا الكتاب نختصر ونقسم هذا الكتاب إلى 10 أقسام. كم قسم؟ 10. سهلة جدا بإذن الله تعالى. القسم الأول مقدمة، والمقدمة تحتوي على 5 أبواب، هذا القسم الأول. الثاني تفسير التوحيد، وفسر التوحيد المؤلف بضده وبضده تتبين الأشياء. ثم الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله وسبب كفر بني آدم ودحت حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات. أطول قسم في الكتاب هو القسم 9، المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات. ثم خاتمة الكتاب، أسأل الله يختم لي ولكم بالتوفيق. كم قسم؟ 10. من يعيد الأقسام؟ سبحان الله. يقول ما قلت لمحدث قط أعد عليه. القسم الأول مقدمة 5 أبواب، عندنا مقدمة وخاتمة، هذه القسمين تمام؟ مقدمة، ثم تفسير التوحيد، الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، سبب كفر بني آدم، دحت حجة أو الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهي اللابضية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، والخاتمة. هذه أقسام 10 للكتاب. هذا الكتاب فيه 67 باب. إذا حسبنا الباب الأول، لأن الباب الأول قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس، الباب الأول هذا نريد نسمي الباب الأول باب وجوب التوحيد هكذا. طيب صارت كم باب؟ 67 باب. وكم قسم؟ 10 أقسام. الوهابية، هذا أمر مهم لا بد نتكلم فيه لا إشكال. من هم الوهابية؟ هل يوجد فرقة تسمى بالفرقة الوهابية؟ لا. نعم هناك فرقة ضالة مضلة ظهرت في جهة المغرب العربي هناك تلقب بهذا اللقب، لكن عندما يتكلم الناس عندنا عن الوهابية هم يقصدوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، يعني علماء الدعوة النجدية. والله الذي لا إله إلا هو، نحن لا ندافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنه مثلا من الجزيرة أو كان مع آل سعود أو كذا، لا والله، دفاعنا عن الإمام محمد بن عبد الوهاب لأن الطعن فيه طعن في التوحيد، وندافع عنه لماذا؟ حتى لا يطعن أحد في توحيد الله. ليس لنا علاقة بمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلا التوحيد. فهم أرادوا أن يطعنوا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقالوا عنه وهابي، سبحان الله، أرادوا أن يقدحوا فيه وإذا هم يمدحون، لأن الوهاب من هو؟ الله سبحانه وتعالى، فنسبوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الله سبحانه وتعالى، فأرادوا أن يقدحوا فيه وإذا هم يمدحون. ثم اعلم أن كل من يعلم الناس التوحيد ويدافع عن التوحيد ويحارب الشرك يقال عنه وهابي، اعلم هذا. فإذا قال لك بعض الناس أنت وهابي قل لا، لا يوجد. لكن إذا كنت أعلم الناس التوحيد وأذب عن الشرك تقول عنه وهابي، قل عن الذي تقول، لأن هذا الذي سار عليه أعداء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاذب وكاهن وساحر،
صحيح. ثم هذا لحق أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قالوا عن أهل السنة ظلما وزورا، قالوا عنها مشبهة ومجسمة وشكاكة ونواصب وغثاء ووهابية وغيرها. فعلمتم من هو الوهابي؟ الوهابي في هذه الأيام هو الذي يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشرك. أنعم أكل. قالوا كذبوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني كذبات كثيرة. أولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب واتباعه علماء الدعوة النجدية تقدم معنا في الدروس المهمة أنهم يجعلوا الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، سمى بعض أحفاده بأسماء آل البيت. قال بعض العلماء لهم قالوا هذه كتب محمد عبد الوهاب موجودة، خذوا 10 سنين من 3 إلى 10 سنين ادرسوا هذه الكتب، لو وجدتم في هذه الكتب حرفا واحدا يخالف ما عليه الأئمة لكم الذي تريدون، كلمة واحدة كتاب التوحيد. البعض يقول، لأن البعض يقول فيه حديث ضعيف، بعض العلماء قال لهم اسمعوا أريد حديث واحد في كتاب التوحيد باطل أو موضوع أو منكر، ما استطاعوا. هذا الكلام لا يخلو منه كتاب، أن يكون فيه حديث ضعيف، ونحن بإذن الله سنشرح الكتاب بما فيه من أحاديث، ولا ندعي العصمة لا لنا ولا المؤلف رحمه الله تعالى، لكن لا يوجد في كتاب التوحيد حديثا واحدا يخالف أصل الشريعة. مفهوم؟ ومن الخلل والخطأ أن بعض الناس جاء وألف رسالة الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد. قام العلماء على هذا وقالوا أنت من أين لك هذا تصنع هذه الأشياء؟ أنت الآن كأنك تعطي أهل البدع سلاح وتقول حاردوا محمد بن عبد الوهاب، حارب كتاب التوحيد. يا أخي اكتب تخريج الأحاديث في كتاب التوحيد، صح؟ ولهذا بعض الناس يريد يتميز، يريد يظهر، يأتي بأي شيء، يقول الانتقادات التي انتقدت على شيخ الإسلام ابن تيمية، من أنت؟ هل صنع هذا علماء السلف؟ لا. إذا لابد تسير على ما ساروا عليه. طيب سيأتي معنا إن شاء الله تعالى المؤلف رحمه الله، سنبدأ الآن بالكتاب. قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى، سبحان الله، أين المقدمة؟ لماذا لم يكتب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الكتاب قد التقيت ووضعت فيك نقل. قالوا أن المؤلف رحمه الله اقتدى بالبخاري، قبل أن يؤلف كتاب التوحيد نظر في صحيح البخاري، وإذا البخاري رحمه الله لم يكتب مقدمة لكتابه فاقتدى بالبخاري. البخاري رحمه الله علق الناس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لأنه حديث متخصص في الحديث وكتاب متخصص في الحديث، وهنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب متخصص بماذا؟ بالتوحيد. إذا أدلة من كتاب السنة، كتاب التوحيد وقول الله تعالى، هذا قول. القول الثاني أن البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجدت في بعض النسخ، فبعض النسخ موجود في البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هنا عندنا في هذه النسخة سقطت من هذه النسخة، وجدت في بعض النسخ. القول الثالث كتاب التوحيد، هذا مقدمة لا داعي أشرح لك، أقول كتاب التوحيد واضح في أشياء لا تحتاج إلى شرح، هي واضحة، عدل، ظلم، أرض، سماء، لا يحتاج أن أشرح هذا، مفهوم؟ أي نعم، كتاب التوحيد هذا مقدمة واضح. الرابع أن الأبواب الخمسة الأولى على ماذا قسمنا نحن؟ قلنا الأبواب الخمسة هذه كالمقدمة لكتاب التوحيد. إذن عندنا 4 أقوال لماذا لم
يكتب المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة لهذا الكتاب. قال كتاب التوحيد، تقدم معنا التوحيد وأنواع التوحيد الثلاثة. من الأمور التي انتقدت على محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد أنه ركز على توحيد الألوهية، ركز على توحيد الألوهية، انتقدوه وإذا هم يمدحوا. لماذا؟ لأن الخلل أكثر ما يكون عند الناس في أي توحيد؟ في توحيد الألوهية، وأرادوا أن يقدحوا إذا هم يمدحوا. وذكر هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد أنه هذا من أحسن ما يكون، مع أن المؤلف لم يترك توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات. قلنا في أبواب كاملة في الأسماء والصفات، باب من يحدث شيئا من الأسماء والصفات، باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وأبواب في توحيد الربوبية، باب ما جاء في المصورين قلنا لكم الآن، باب التسمي بقاضي القضاء، وسيأتي بإذن الله تعالى. إذا ركز المؤلف على توحيد الألوهية، توحيد العبودية، لأن الخلل فيه أكثر ما يكون، ولم يتجاهل الربوبية والأسماء والصفات. وقول الله تعالى، هذا المقدمة، الباب الأول لو تنظر في الآيات والأحاديث تجدها تجتمع في ماذا؟ باب وجوب التوحيد. إذا جاء بالباب الأول أراد أن يبين أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وثنى بباب، بأي باب؟ الذي يعرف يرفع إصبعه. نعم، بباب فضل التوحيد. لماذا؟ قد يقول قائل المؤلف رحمه الله تعالى يقول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، كأنه يرى أن التوحيد ليس بواجب. كيف نرد على من يقول هذا الكلام؟ لو قال قائل أن المؤلف قال في الباب الثاني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، لو قال قائل هذا الباب يدل أن المؤلف يرى أن التوحيد ليس بواجب، نقول لا، قدم أي باب؟ باب وجوب التوحيد. قدم أولا باب وجوب التوحيد. عندنا قاعدة يذكرها العلماء أن ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا لا يعني أن صيام رمضان ليس بفرض. صلاة الجماعة، هذا لا يعني أن صلاة الجماعة ليست بواجب. مفهوم؟ إذا ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب. ونقول المؤلف قدم، لماذا جاء بهذا الباب؟ قلنا جاء بالباب الأول حتى يبين أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق، لأن كثير من الناس لا يريد يسمع التوحيد. والله لو الدرس هذا درسنا في كتاب النكاح، شوف ما شاء الله تنشرح الصدور، أعوذ بالله. ولو وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ابن سعد رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية، منظومة قواعد فقهية، في كل شرح، عندما شرح هذه المنظومة في كل موضع لا يأتي بمثال فقهي، يأتي بمثال في التوحيد. لماذا؟ لأنه عرف سبب وجوده في هذه الدنيا، وأن التوحيد هو أصل الأصول. صح؟ أي نعم. ولهذا قالوا الفقه الأكبر في ماذا؟ في العقيدة، في التوحيد. إذا لابد أن يكون شغلك الشاغل هو التوحيد. فضل التوحيد حتى تشتاق. الآن عرفت وجوب التوحيد وتشوقت إليه بفضل التوحيد، قال الآن لابد نأتيك بباب تحقيق التوحيد هو الباب الثالث. لماذا؟ حتى تحقق التوحيد، تخلص التوحيد، تصفي التوحيد من ماذا؟ من الشوائب، من الشرك، من البدع، من المعاصي. الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أراد أن تحقق التوحيد، تخلص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي والمنكرات. كيف نحقق التوحيد؟ أخواننا هذا الكتاب وبلوغ المرام
تحفظ تحفظ. طالب علم لا يحفظ هذه الكتب هذا ليس بطالب علم عند الشيخ بن باز رحمه الله. تمام. الأستاذ سأل الطالب عن مسألة واحدة في الطهارة. الطالب يسأل من؟ يسأل الأستاذ عن مسألة واحدة في الطهارة. فالطالب قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. بابنا المياه، المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فالماء الطهور والماء سرد الكتاب كاملا يقرأ من حفظ الطالب، يقرأ على من؟ على الأستاذ، على الشيخ. ثم عندما انتهى قال: يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت. هذا العلم، هذا العلم، علمك هو الذي تراه في الظلام، أو بعبارة أخرى وإن كان فيها شيء، هو الذي يدخل معك إلى الحمام. أنا جنتي في صدري، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لازم تحفظ كتاب التوحيد، لابد، مثل ما تحفظ اسمك. بعض الطلاب، والله كان عندي طالب، أو يعني أنا اشترط الحفظ قبل الدراسة، أما الآن الله المستعان. فقلت له: لابد تحفظ. قال: احفظ ايش؟ قلت: كتاب التوحيد. قال: انا احفظ كتاب التوحيد والقول المفيد. كان الاختبار عندنا الان اختبار في كتب مطبوعه، الاختبار في القديم كان في دفاتر. والله يكتب لي في الدفتر القول المفيد لابن عثيمين رحمه الله. قلت: اسمع، أنا المفروض أدرس عندك، صحيح، حفظ، لابد من الحفظ، احفظ، فكل حافظ إمام إذا كان يعمل بعلمه. نعم. فلو سألك سائل كيف أحقق التوحيد، تقرأ عليه باب تحقيق التوحيد. قال: ما الأدلة على وجوب التوحيد؟ تقرأ عليه الباب الأول. ما الأدلة على فضل التوحيد؟ تقرأ عليه الباب الثاني. كيف أخاف من الشرك؟ الباب الثالث. قال: أول ما يدعى عليه الصلاة، تقرأ عليه الباب الخامس، الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله بالحفظ. طلب من الشيخ، قال: الآن تخطب. لابد يكون عند الطالب خطبة طوالب، خطبة طوالب، هذه لا تخرج إلا إذا يعني بلغت الحلقوم يعني كما يقال. فقالوا: قم اخطب الان. قل: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. كتاب التوحيد وقول الله تعالى. وما والله صنع مسابقه في الجامعه الاسلاميه قبل سنوات، وخرج احد الطلاب من المغرب العربي، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أعطوه جائزة، أول جائزة، ماذا يقرأ؟ وسطية، خطب مرتبة جاهزة، مفهوم؟ لا تتعب ولا شيء. إذن كيف نحقق التوحيد عند محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ بقراءة الباب. تحقيق التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح، قول، عمل، اعتقاد، لا بد. كيف نحقق التوحيد؟ بقراءة الباب، بالقول والعمل والاعتقاد، بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الاقتداء بسادات الأولياء والذين هم بربهم لا يشركون، صحيح، وترك الكي والرقية والتطير لصدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروع. هذا باختصار تحقيق التوحيد، تخليص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي. أي باب من هنا الآن، من هذا الباب إلى نهاية الكتاب، تحقيق للتوحيد. فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضد، من تحقيق التوحيد الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله، من تحقيق التوحيد
ها ترك التصاوير والتماثيل وقول ما شاء الله وشئت، كل هذا تحقيق التوحيد إلى نهاية الكتاب، مفهوم؟ إذن لو قال لك قائل لماذا جاء بباب الباب الرابع باب الخوف من الشرك، نقول لأن المحقق حقا للتوحيد لابد يخاف من الشرك، ولأن بعض الناس قد يقتر بنفسه ويقول كما كان يكون يقول الشيخ الألباني رحمه الله يا أرض اشتدي ما عليك قدي، لا يخاف من الشرك، لا يقول هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام خليل الله أثنى الله عليه كسر الأصنام بيده، ومع هذا يدعو يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إذا أنت من باب أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على صحابته رضوان الله عليهم وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، إذا نحن من باب أولى. كيف نخاف من الشرك؟ ها من يعرف؟ الآن أقول لكم كيف نخاف من الشرك؟ ها؟ قراءة الباب، سبحان الله لماذا نحفظ؟ اقرأ على الباب، أي إنسان يسألك كيف نخاف من الشرك؟ تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المؤلف باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، صحيح؟ تسرد عليه الباب كاملة، مفهوم؟ نعم أدلة، وهذه ثمرة الحفظ أدلة، لأن الآن لا يمكن أن يأتي إنسان مثلا يناظر إنسان آخر في مسألة مثلا في القبور وكذا ويقول له فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. لا، السلم متى يدرس؟ سلم الوصول بعد أن تدرس الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والواسطية حتى تضبط الأدلة، بعدين النظم يسهل لك المراجعة، أما تبدأ بالنظم خطأ في التوحيد أقصد، لكن في الأصول ابدأ بالنظم لا إشكال، في النحو ابدأ بالنظم لا إشكال، أما في التوحيد لا. تمام. إذن كيف نخاف من الشرك بقراءة الباب؟ كيف نخاف من الشرك؟ حذرنا الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام لابد نخاف نحن من باب أول، خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته إذن نحن من باب أول. كيف نخاف من الشرك؟ بدراسة التوحيد، بدراسة الشرك حتى لا نقع فيه، بالدعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بالبراءة من الشرك وأهله. ثم جاء بالباب الخامس، هذا آخر باب في هذا القسم، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا جاء به؟ سبحان الله أنا أكرر، نعم أوقف، لماذا جاء بباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله؟ لأن من تحقيق التوحيد المحقق حقا للتوحيد لابد أن يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن جاء بهذا الباب والله أعلم لسببين، الأول أراد أن يبين لك أن المحقق حقا للتوحيد لا بد أن يدعو للتوحيد. أسمع يا شيخ معان، بعض الناس يقيم في بلاد الكفر والله وأنت تعرف هذا أكثر مني، يقول لم يخطر على بالي يوما من الأيام أن أتكلم مع كافر أقول له الإسلام دين حق ولا أعطي كتاب، صح؟ وهو هيأ الله سبحانه وتعالى له فرصة الدعوة إلى الله، والله صدق. لكن لو تسألوا، اسمحوا لي في هذه الكلمة، بعض الطلاب بعض المشايخ يقول أنا أسأل الطلاب أسأل الحجاج عندما يرجعوا من الحج، يرجعوا من ماذا؟ من الحج، عندما يرجعوا أقول أسأل الحجاج ذهبتم مكة المدينة؟ نعم طبعا. حج التقيتم بالطلاب؟ قال نعم. ماذا صنعوا معكم؟ علموكم؟ قالوا لا. قال إذا ما المناسبة في لقاء الطلاب؟ قال يبيع علينا الهدي والفنادق، صحيح،
لا مانع أن الطالب يبيع ويشتري، لا إشكال، لكن الإشكال كل الإشكال أن يأتي هذا هنا صح وأنت تعرض عليه التجارة. وأعظم تجارة مع الله لا تعلم ولا ترشد، أقل شيء خذه إلى درس الشيخ عبد المحسن العباد، صدق والله، خذه إلى الإفتاء، خذه تعال تأخذ كتب، عندنا كتب مهمة رائعة تستطيع تأخذها، احذر من البدع، الزيارات الشرعية في المدينة، عندنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لابد تشد الرحل لزيارة المسجد النبوي، ولا يمكن أن تشد الرحل إلى دعوة إلى الله، تفتي لا، تتفلسف لا، تخرج عن النص لا، لكن ادعو إلى الله يا أخي، خذ رسالة أعطيها للكافر. الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إذا أراد أن يبين أن المحقق حقا للتوحيد لابد يدعو إلى التوحيد كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد بهذا الباب أن يرد على من يقول أنه أول ما يدعى إليه الصلاة، قال لا، حتى ممن دعوا قبل هذا، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب لديهم كتب منزلة من السماء، لديهم حجج، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع غير المسلمين، مناظرة لا، قال ناظرهم لا، بين أخطاءهم لا، بين ما عليه النصارى واليهود لا، قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أن يوحد الله، مفهوم؟ إذا جاء بهذا الباب لسببين، أراد أن يرد على من يقول أن أول ما يدعى عليه الصلاة، وأراد أن يبين أن المحقق حقا للتوحيد لابد يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. خمس أبواب بعيد، الباب الأول وجوب التوحيد، وجب عليك التوحيد لابد يذكر لك فضل التوحيد حتى تشتاق، اترك الدفتر، تشوقت يريد منك أن تحقق التوحيد، حققت التوحيد، من تحقيق التوحيد لابد تخاف من ضد من الشرك، وإذا حققت التوحيد وخفت من ضد لابد تدعو إليه، لأن من تحقيق التوحيد الدعوة إليه، ورد على بعض الفرق الضالة الذين قالوا أنه أول ما يدعى عليه الصلاة، لا، أول ما يدعى عليه التوحيد. انتهى من القسم الأول، شرع في القسم الثاني تفسير التوحيد. الآن يقول ها أنا أفسر لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه، خذ توحيد من هنا إلى نهاية الكتاب، لأنه قال في المسائل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني إلى نهاية كتاب التوحيد، وفي نهاية الكتاب ماذا قال؟ وما قدر الله حق قدره، قال انتبه، لابد تكون بين الخوف والرجاء، لا تتعاظم، لا تتعالى على الناس، لا تترفع، لا، مهما توحد توحيدك في نقص، لابد أن تخالف الكفار إنه ما قدر الله حق قدره. كتاب والله أخواننا الشيخ صالح على الشيخ عندما أراد أن يشرح كتاب التوحيد ما استطاع، ألف إيش؟ أي كتاب؟ تمهيد. التمهيد هذا ليس بشرح لكتاب التوحيد، اسم الكتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد، إذن إلى الآن هو لم يشرح كتاب التوحيد. ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله في آخر درس في كتاب التوحيد، آخر درس ختم الشيخ كتاب التوحيد، فقال الطلاب يا شيخ ماذا نبدأ بعد كتاب التوحيد؟ قال الشيخ كتاب التوحيد. قال يا شيخ انتبه، الآن انتهينا من كتاب التوحيد. قال هذا الكتاب يحتاج أن يكرر عشرات المرات، مفهوم؟ يعني لا يأتي واحد منكم ويقول والله درسنا كتاب التوحيد، لا،
كم مرة درست هذا الكتاب؟ كم مرة تعلم الناس؟ كم مرة تقرأ في هذا الكتاب؟ كم؟ لو تنظر إلى بعض العلماء تدريسهم لهذا الكتاب يمكن في أيام حياتك أنت. والله صدق يدرس كتاب التوحيد، ينتهي يبدأ، ينتهي يبدأ، ينتهي يبدأ. هذا علماء، علماء اليوم الذي ينتهي فيه من كتاب التوحيد يبدأ بكتاب التوحيد، ينتهي من بلوغ المرام يبدأ بلوغ المرام. هذا العلم عندهم، وهذا جعل في هؤلاء علم ضبط. الله، هذه الكتب وضع الله سبحانه وتعالى لها القبول في الأرض. ماذا تصنع؟ صح؟ ما تستطيع تصنع شيء. يعني كم ألف بعد الأربعين النووية؟ كم؟ كثير. وكم ألف بعد أصول الثلاثة؟ كثير. وكم ألف بعد البخاري؟ كثير. وكم ألف بعد مثلا ألفية ابن مالك؟ كثير. لكن الله سبحانه وضع لهذه الكتب القبول في الأرض. أكثر كتاب طبع بعد كتاب الله، أي كتاب؟ الذي يعرف رفع السماء، أي كتاب؟ نعم أبطل لا، ها لا، نعم لا، سبحان الله، نعم أشهد. رياض الصالحين، أكثر كتاب طبع بعد كتاب الله رياض الصالحين. لمن؟ للنووي رحمه الله. بن عثيمين شرح رياض الصالحين، مسجل هذا عند بن عثيمين رحمه الله، يقول أنا أتمنى أن يكون لي مثل هذا الكتاب. من؟ بن عثيمين الذهبي، الذهبي إمام له مؤلفات، يقول ليتني أعرف، يقول ليتني أعرف ما السر الذي بين النووي وبين الله، يوجد سر. هذا إمام الذهبي صح، لكن يقول يوجد سر بين الذهبي وبين الله سبحانه وتعالى، أنا لا، ليتني أعرف ما هذا السر. فأنت الآن بعض الناس يقول كيف كذا كذا حصل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، مفهوم؟ أي نعم. وضع الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب القبول، وش نصنع؟ نشرح، نمشي، ما نؤلف. يعني الآن بركة العلم، ترى هذا ليس خروج عن الموضوع، بركة العلم أن تسير على الطريق الذي سار عليه السلف. بن عثيمين مثلا رحمه الله كان يستطيع يلغي بلوغ المرام ويؤلف بلوغ جديد، ويستطيع علم الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد ويؤلف كتاب جديد، ويستطيع يلغي زاد المستقنع ويؤلف كتابا جديدا في الفقه، يستطيع، لكن ما استطاع هو، لأنه يعرف أن البركة أن يسير بهذا الطريق، مفهوم؟ الشناقطة بينه وبين ابن مالك يعني، وبين خليل، مختصر خليل خلة، فيقولهم الشناقطة، يقول أن ابن مالك رحمه الله كتب في أول الألفية فائقة ألفية ابن معقل، ابن معقل الزغاوي ألف ألفية قبل ابن مالك ومات، وجاء ابن مالك وألف ألفية من ألف ألفية، وكتب ابن مالك فائقة ألفية ابن معقل فقط إلى هنا ونعم، هذا يقول الشناقطة رحمهم الله. فعندما نام ابن مالك رحمه الله جاء رأى في المنام من؟ ابن معقل الزواوي، جاء في المنام قال يا ابن مالك فائقة ألفية ابن معقل والحي خير من ألف ميت، فائقة ألفية ابن معقل والحي خير من ألف ميت، يقول أنت الآن حي، أنا ميت لا أستطيع نافسك الآن، صحيح؟ لو كنت مثلك الآن على وجه الأرض ونافسك الآن تتكلم بهذا الكلام. فاستيقظ من المنام وكتب فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة،
والله يقضي بهبات وافرة لي وله ولكم في درجات الآخرة. لازم نعترف للعلماء بالفضل، والله لن تجد بركة العلم إلا بأن تعترف لهؤلاء بالفضل. هذه زكاة العلم، مهم جدا. بعض الناس يتكلم ولا يقول، حتى لا يقول جزاه الله خيرا لمحمد بن عبد الوهاب. طيب، إذن عندنا أبواب خمسة، مقدمة فيها أبواب خمسة: وجوب التوحيد، أوجب الواجبات، ثم فضل التوحيد حتى تشتاق، ثم تحقيق التوحيد حتى تحقق، ثم الخوف من ضده، لأن من تحقيق التوحيد الخوف، ولا بد تخاف كما خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا بد من الدعوة إليه، لأن التحقيق من تحقيق التوحيد الدعوة إليه، والرد على من يقول أن أول ما يدعو عليه الصلاة. هذه أبواب خمسة. شروط الدعوة إلى الله خمسة. هذه الشروط الخمسة قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الشروط هنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا الشرط الأول، الإخلاص، وهذا الذي ذكرنا. لأن كثير من الناس لو دعا، يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لو دعا فيدعو لنفسه، حتى يقال عنه عالم داعي. على بصيرة، البصيرة ثلاثة شروط، على بصيرة ثلاث شروط هنا في على بصيرة، على بصيرة دليل واحد فيها ثلاث شروط: معرفة حال المدعو، والحكمة، والعلم الشرعي. يبقى معنا شرط واحد حتى تكتمل شروط خمسة: الصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر. إذا شروط الدعوة كم؟ خمسة. أربع شروط هنا في الآية، وممكن الصبر يدخل. نعم، تقول الإخلاص والعلم الشرعي ومعرفة حال المدعو، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا الآن يريد سافر الأفريقيا، لابد يعرف هؤلاء على أي معتقد، أي لغة، صحيح، ماذا لديهم، ما هو المذهب، لابد يعرف. إنك تأتي قوما تهيئة الدعاء إلى الله من أهل الكتاب. والأخير الخامس: الصبر.